الآن نتحول مباشرة إلى الزميل إبراهيم عزت من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه الكاتدرائية التي ستستقبل أول قداس عيد ميلاد لها بعد دعوة أطلقها الرئيس السيسي قبل عام من الآن. إبراهيم عزت لديه صورة كاملة من هناك، تفضل إبراهيم. تحياتي أحمد، أبدأ معك هذا البث الحي بالتصريح الذي قاله قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية في العظة الأسبوعية بالأمس، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 25 من يونيو عام 1968 افتتح مع البابا كيرلس السادس وهو البطريرك السادس عشر بعد المئة الكاتدرائية المرقوسية الكبرى في العباسية، أي يمر هذا العام 50 عاما على إنشاء هذه الكاتدرائية، ليبدأ التاريخ صفحة جديدة من عصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذه الكاتدرائية، لتكون هي الأكبر ليست فقط في مصر بل في الشرق الأوسط، وهنا أنا أقصد بالتأكيد كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. الآن أخذك مع السادة المشاهدين في بث حي ولقطات أولية لأول مرة من داخل هذه الكاتدرائية، كاتدرائية ميلاد المسيح. هذا هو الهيكل الذي سيترأس خلاله قداسة البابا الصلوات لأول مرة يوم السبت القادم. هذا هو الكرسي البابوي الذي وضع منذ لحظات قليلة هنا في الكاتدرائية، سيجلس عليه البابا تودروس وهو البطريرك الثامن عشر بعد المئة في تعداد بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هنا في الكاتدرائية. كما نتابع في هذا البث الحي أيضا، هذا هو الهيكل الذي المذبح هو الاسم القبطي الذي سيتم الصلاة عليه لأول مرة يوم السبت القادم هنا في احتفالا بافتتاح هذه الكاتدرائية، وقبل ذلك يعني احتفالا بالطبع لعيد الميلاد المجيد. هنا في هذا المكان سيجلس الأباء الأساقفة والمطرنة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهناك مؤشرات ومعلومات بتقول أن هناك عدد كبير جدا من المجمع المقدس سيكون حاضرا وبقوة في افتتاح هذه الكاتدرائية الجديدة. الآن عودة مرة أخرى كي نستطلع مع حضراتكم مشاهدين الكرام، وكما نتابع هم الشباب يضعون اللمسات النهائية في المشروع هنا في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، كاتدرائية ميلاد المسيح. الآن أخذك في هذا البث الحي أيضا كي نستعرض المكان المخصص للأقباط الذين سيأتوا إلى هنا يوم السبت القادم لحضور صلوات القداس الإلهي. إذا تحدثنا عموما عن المعلومات التي تفيد عن هذه الكاتدرائية، هي بنيت على مساحة 15 فدانا بما يعادل 63 ألف متر مربع، ومساحة البناء فقط هم 10,000 متر مربع، بتضم كاتدرائية كبيرة وكنيسة صغيرة وهي الكنيسة التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة لقاعة مناسبات رئيسية وقاعتين فرعيتين وهناك استراحة أيضا. أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بنائها، وكل ذلك المعلومات بناء على المعلومات التي قالها سيادة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما نتابع أن هذه الكاتدرائية بتضم العديد من البوابات، هناك بوابة رئيسية، وهذه البوابة التي تشير عليها الكاميرا الآن هي بوابة مخصصة لسيادة الرئيس، هي بوابة خاصة سيدخل منها وسيشارك قداسة البابا بالطبع وسيشارك الأقباط لافتتاح هذه الكنيسة لأول مرة يوم السبت القادم. أخيرا أختم معك هذا البث الحي زميلي العزيز أحمد، كل هذه الأماكن ستضم الكاتدرائية الصغيرة التي نتواجد فيها الآن 3,000 مصلي يوم السبت القادم سيجلسون هنا بصحبة قداسة البابا تودروس الثاني و سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح هذه الكاتدرائية الكبيرة، كاتدرائية ميلاد المسيح. البيان الرسمي الذي صدر عن الكنيسة أوضحت الكنيسة أن
سيتم توفير وسائل نقل ومواصلات للمصلين بداية من الكاتدرائية حتى العاصمة الإدارية وعودتهم مرة أخرى. الصلوات تبدأ في تمام 7 من مساء يوم السبت القادم على أن تنتهي قبيل منتصف ليل السبت القادم. كنت معكم مشاهدين الكرام في هذا البث الحي والخاص من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. هذه الكاتدرائية التي كان السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من تبرع لبنائها وتشييدها قبيل القرار الجمهوري الذي صدر. ستفتتح رسميا وسيتم الصلاة، وبينما تتزين الكنائس المصرية جميعها باستقبال عيد الميلاد المجيد، تتزين هذه الكنيسة وتبتهج هذه الكنيسة خاصة لأنها تفتح أبوابها لأول مرة يوم السبت القادم في افتتاحها بحضور قداسة البابا بالطبع وعدد كبير من الأقباط والأباء الأساقفة والمطارنة. من العاصمة الإدارية الجديدة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، والآن الكلمة تعود مرة أخرى إلى زميل العزيز أحمد بالاستوديو. شكرا جزيلا لك زميل إبراهيم عزت، والذي قدم لنا هذه الصورة الخاصة والحصرية، الصورة الوفية كالمعتاد. إبراهيم عزت يقدم هذا العمل، نشكره ونشكر الزملاء الذين ساهموا في تقديم هذه الصورة الراقية من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح. هذه الكاتدرائية التي كان الرئيس السيسي قد وجه الدعوة بإنشاء أكبر كاتدرائية ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة، ستستقبل هذا العام قداس عيد الميلاد بقيادة البابا تودروس الثاني وبحضور بطبيعة الحال الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابعنا مع حضراتكم إذن هذه الاستعدادات التي تبدو جارية على قدم وساق.